بسم الله. دلوقتي بعد ما بخلص شغل في قلب البلانات ببدأ أحط شغل بتاعي في الشتات، وببدأ الشتات أحط أني ريفيجن. تمام، هدخل هنا ريفيجنز من قلب فيو وأبدأ أحط الريفيجن اللي المفروض المشروع أشتغل فيهم، ونفترض إن هما مثلا 5. تمام، أقول له أوكي. عايز أبدأ أظهرهم هنا في قلب الشيت، باجي هنا في ريفيجن شيت أقول له أعلم مثلا على 1 و2 و3. اوكي، زي ما انت شايف ظهروا معايا هنا. هقول له هنا ريفيجن تاني، هدخل هنا اقول له انا عايز النمرك اول شيت هيبدا برقم مثلا 13، هيبدا بايه؟ هيبدا بحرف الار، هينتهي بايه؟ هنخليه ينتهي بزد. ده كل ده مثال بس. تمام، واقول له اوكي. هبص على اللوح هلاقي النمبر بقى R13Z. تمام، طيب هخش على ريفيجن تاني واقول له لا انا عايز اتحكم في انها تبقى حروف. تمام، ومش عايز ابدا من الحرف دوت، انا عايز الحروف هي ديت، وعايز ابدا بكلمه مثلا 1 وانتهي ب 3. تمام، ده مجرد مثال. ممكن انت تحتاج الموضوع ده فعلا وانت شغال، تلاقي ان الشغل بتاعك الراجل فرض عليك ان انت تكتب مثلا اسم المشروع، وعليكم مثلا مول في قطر، تكتب مثلا حرف الام في الاول. تمام، فتبقى انت عرفت ازاي تعمله. اوكي، طيب خلاص كده. لا، لازم اجي هنا اقول له لا ده مش هيبقى نمرك، ده هيبقى الفابيتك. تمام، ممكن اعلم عليهم كلهم مره واحده واقول له خليهم الفابيتك. تمام، اقول له ايه؟ اوكي، خليهم اتغيروا مرة واحدة. تمام، زي ما انت شايف الفكرة سهلة وبسيطة ومفيش حاجة خالص، بس بتسهل عليا بعد كده ان انا ما اقعدش اركز الريفيجن كام وكام وكام، لا انا اركز على التصميم بتاعي. اخوكم عمر.